السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. تنطلق بعد قليل منافسات بطولة ديزرت فورس والتي ستستضيفها العاصمة الأردنية عمان، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث تشارك مملكة البحرين في البطولة متمثلة بالمقاتل المحترف بصفوف فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة حمزة الكهجي، وذلك من خلال النزال الرئيسي الذي سيجمعه بالمقاتل الأردني عز الدين الدرباني لوزن 70 كيلوغرام على درع البطولة. وللحديث أكثر حول مشاركة المقاتل حمزة الكهجي ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل حازم الشيخ ليطلعنا أكثر حول أجواء البطولة وآخر الاستعدادات. في البداية حازم، كيف هي الأجواء لديكم في العاصمة الأردنية وما هي آخر استعدادات المقاتل حمزة الكهجي؟ أولا في البداية أمسي عليك الزميل عيسى سريجي وأمسي على السادة المشاهدين نور السرور. بالفعل انطلقت قبل ساعة من الآن طبعا بطولة ديزرت فورس اللي يكونون قتال مختلطة في نسختها 21 بإقامة 9 طبعا نزالات. حتى الآن أجريت نزالين وأيضا في انتظار بقية النزالات وسط حضور جماهيري كبير وغفير من محبي وعشاق هذه الرياضة، أيضا بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكبار الشخصيات طبعا من المملكة الأردنية الهاشمية. بالفعل الاستعدادات جيدة، الكل متفائل، الكل يعني يرغب في الحصول على هذا الدرع، الكل يتجه جميع أنظار طبعا محبي وعشاق هذه اللعبة إلى النزال الرئيسي وهو الذي يجمع حمزة الكوهجي وطبعا المقاتل الأردني عز الدين الدرباني بوزن 66 كيلوغرام. الدرع للتوضيح فقط عيسى، الدرع سيكون على 66 كيلوغرام ولكن سيتنافسون في وزن 70 كيلوغرام بعد انسحاب طبعا المقاتل السعودي عزيز الجريدان من المنافسة بداعية الإصابة بعد كسر يده. بالطبع حازم، يعني وجود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الآن مع الفريق، كيف تلمسون دعم سموه للمقاتل حمزة الكهجي؟ بالفعل عيسى، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤسس منظمة KHK MMA بالفعل تواجد مع المقاتل قلبا وقالبا. هو الآن متواجد معه في غرفة التحضير في غرفة تبديل الملابس ولعملية الإحماء للتهيئة النفسية. طبعا وجود سموه أكيد راح يعطي الدعم للمقاتل حمزة الكهجي لإعطاء أفضل ما عنده لتقديم أفضل الإمكانيات القتالية. سمو الشيخ خالد إيمانه بالشباب البحريني وبقدرة الشباب البحريني وخاصة بالمقاتل حمزة الكهجي على تحقيقه هو أكبر دليل على ذلك، وتواجده معه ودعمه ليس فقط بتواجده طبعا معه في المنافسه في الصاله بل تواجده معه ايضا في غرفه التدريب، وايضا راح يتواجد معه على حلبه النزال مع المدربين لتشجيعه وتقديم الدعم وايضا لتوجيهه لتقديم ما هو افضل طبعا تقديم صوره مشرفه لمملكه البحرين المتمثله بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطه وتحقيق انجاز جديد يضاف الى سجل مملكه البحرين. نعم بالتاكيد، نتمنى التوفيق للمقاتل حمزه الكهجي. موفد مركز الاخبار بالتلفزيون البحرين الزميل حازم الشيخ، شكرا جزيلا لك. تغلب فريق الاهلي على منافسي المحرق ب 81 نقطه مقابل 77، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجوله الثانيه من المربع الذهبي لدور زين البحرين لكره السله، ليرفع بذلك الاهلي ليبقى بذلك الأهلي في صدارة الترتيب بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي رافعا رصيده إلى 4 نقاط. وتألق في صفوف الأهلي اللاعب حسين شاكر بتسجيل 20 نقطة في المباراة، في حين كان المحترف الأمريكي مايكل أفضل المسجلين في صفوف المحرق برصيد 24 نقطة.